اهلا وسهلا، تفضل. اهلين، انا عندي موعد مع خلدون الهانلي. من هون على اليسار السكرتيره رح تساعدك استاذ. شكرا لك. اهلا وسهلا. خلدون بيك اجا اونال صرياف اغلو لعندك. ماشي، تفضل. اهلا وسهلا. اهلين فيك، انا من زمان ما اجيت لهون، في كثير شغلات متغيره. عم نغير خطوط رئيسيه وبعض التغييرات عم نعملها كل سنه. منيح، كثير منيح. شو رايك اول شيء ورجيك الفندق؟ لا، خلينا اول شيء نحكي بالشروط وبشي يوم تاني نتفتل. اذا هيك خلينا نقعد هون. اهلا وسهلا سينام خانم. اهلا فيك. خلدون بيك بغرفته؟ بتحبي اعطيه خبر يا خانم؟ ما في داعي، شكرا لك. تفضلي لعنده. عفوا، في عندك اجتماع يعني؟ تعي خلص اجتماعنا. رح اعرفك على شريكي الجديد اونال صراف اغلو، زوجتي سينا. تشرفنا. وانا كمان. ايه خلدون بيك، لازم نحتفل بهالشراكة، خلينا نتغدى كلياتنا، وهذا الشيء كتير بيسعدني. نتشرف بهالشيء. بخاطركم، مع السلامة. لا تعذب حالك. مع السلامة. يلا بخاطرك. سينام، ليش ما سلمتي بإيدك على أونال بيك؟ أنا سلمت، معناتها رح تصير شريك أونال صراف أغلو؟ يعني مو بهالشكل، رح نتشارك بقسم من الفندق. بس ليش ما قلت لي؟ ما فهمت. أنا كتير استغربت إنك ما قلت لي من قبل. قلت ما في داعي لحتى أتأكد. برأيي لا تدخل هيك شراكة خلدون. أنت شو عم بيصير معك؟ أنت من أمتى عم تتدخلي بشغلي؟ بس انت اذا شغلك تدمر، انت ممكن تدمر حياتنا كلها، عم تفهمني؟ اسمع خلدون، انت اكيد بتعرف انه جانسو معجب كتير بابن هالزلمة هاد، وانت بتصرفك هلأ عم تجيب هالعيلة وتحطهم بنص عيلتنا، معقول؟ سينام، هذا اسمه شغل، ولازم تعرفي ما حدا رح يتدخل بحياتنا الخاصة بنوم. اذا ما كنت بعرف فرق بين شغلي وحياتي الخاصة كنت ما صرت رجل أعمال. ماشي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.